احلى 100 مليون مسا على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشتركه عندنا وكل الناس المشتركه عندنا. زي ما جينا قلنا قبل كده صبعك الجميل اعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل جديد. وقبل ما تعمل اي حاجه لازم تصلي على النبي. النهارده ان شاء الله هنتكلموا على موضوع مهم جدا 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 للناس اللي بتجيب جراوي صغيره. مشاكل بتقابل ناس كتيره بسبب الجرو الصغير. اللي هو ايه؟ الجرو بيعمل حمام. الجرو مش بيسمع الكلام. الجرو بيقعد يعضعض في الحاجه. الجرو بيقعد يهوهو. مشاكل ياما حلها ازاي المشكله دي؟ تحلها ازاي؟ حضرتك دلوقتي لما بتجيب جرو صغير اول حاجه بتهيئ له المكان بتاعه. انا عندك مثلا بلكونه تحط له مشايه او فرشه ينام عليها ومشايه ثانيه او حاجه للحمام بتاعه. العضعضه ايه دي؟ المشاكل بتاعتها هعمل ايه؟ كل دوت ان شاء الله هشرحه لكم في الفيديو مع جروايه عندنا. ازاي نتصرف وازاي تحل مشاكلك مع الكلب اللي انت جايبه سواء في العضعضه في الحمام في الكلب بيهوهو الكلب بيصوت الكلب بيعمل دوت. كل المشاكل دي ان شاء الله هنحلها لك في الفيديو دوت. فلازم تتابعنا ولازم تشير الفيديو عشان الناس كلها تستفيد وعشان تدعمنا. ويلا بينا. هوبا. طبعا طلعنا الجرو دلوقتي من مكانه. اول حاجه بيعملها الجرو بيعمل ايه؟ بيفضل يتنطط عليا. ليه؟ عشان فرحان بيشوفني بقالي ياما حبسه. فطبعا الكلب بيشوفني كده. ممكن يكون الكلب جعان، الكلب عايز يشرب، الكلب عايز يلعب. هستغل النقطه دي اللي هي ازاي؟ اللي انا دلوقتي مثلا هجيب مثلا دراي، مش كل الكلاب تاكل دراي. هجرب كده مع الكلبه دلوقتي كده هتاكل؟ اه اهي. اهم حاجه لما تيجي تدرب كلبك او تشتغل معاه درب معاه على جوع عشان ينفذ الامر بتاعك، بس مش جوع قوي اللي هو ما يبقى طول اليوم ما ياكلش، لا نص جوع. طبعا الكلب اهو زي ما انت شايف. طيب انا دلوقتي مثلا لو انا عايز اخلي الكلب يقعد، مش كل الكلاب بتبقى دماغها شغاله ومش كل الكلاب بتبقى ذكيه. الكلب اول ما بترفع ايده يا اما بيرجع لورا يا اما بيقعد. يبقى انا ما عملتش حاجه ايه؟ افتكاسه. لما اجيب الجروه كده اهو نو نو نو